السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة دايما يا رب في الظروف اللي احنا عايشينها دي. النهاردة جاي أتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، ألا وهو الجلوس في الطرقات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. نهانا الرسول عن الجلوس في الطرقات بدون أي أسباب. النهاردة لما نلاقي الناس اللي قاعدين في القهاوي، انت بطبيعتك اصلا خارج تقعد على القهوة ليه؟ عشان خارج اشم هوا، اتنفس شوية، اقعد اتكلم مع واحد صاحبي، ناخد وندي مع بعضينا، يعني نظام بنفضفض لبعض او بنتكلم مع بعض او بنلعب ترفيه، نجيب الدومنة، نجيب شطرنج، نجيب طاولة، اي كان الترفيه اللي احنا محطينه قدامنا وبنترفه. بس لما تلاقي ان اللي قاعد بيترفه ده خلاص كل ترفيهه ان هو ناصب نفسه قصاد الشارع، وقاعدين نظام قعدة سينما، قاعدين كلهم في صف واحد كده على كل اللي رايحة واللي جاية، وكله عمال يبص على بعضيها، ده ما ينفعش. دوت ناس جايين ومش مش اصلا مش طايقين بعض، ده هما جايين يقعدوا جنب بعضيهم كده وراقطين اللي رايحة واللي جاية. ليه؟ انت المفروض نازل من بيتك عشان انك تبص ولا تاخد ترفيه ولا تقعد ولا تعمل، انت نازل من بيتك ليه؟ مراتك عرفاك في عيشتك مثلا، فقلت انزل مثلا اترفى. طب نازل تترفى، نازل تبص على النسوان بره؟ ده انا ماشي في الشارع شايف العجب، زي ما انت شفت الفيديو كده في بداية الفيديو، جايب فيديو صغنن كده مقطع، وجايب بقى بقية المقطع التاني معايا وهوريه لكم تشوفوا العجب. انت ايه؟ انت نازل ترفيه، نازل تقعد على القهوة عشان أغير جو، عشان أتكلم مع حد، أخد ودي ويبقى وش في وش صاحبي اللي أنا قاعد معاه، أو إن أنا أخد ودي معاه. لكن لما أنزل وألاقي نفسي إن أنا أصلا صاحبي ده قاعد كده جنبيا لا مبالاة، واحد قاعد كده واحد قاعد كده، وقاعدين كلهم صف واحد جنب بعض، وكلهم رايحين عينهم على اللي رايح واللي جاي، اللي رايح واللي جاي، في إيه؟ أنتوا طب إيه اللي منزلكم؟ وده كوم بقى. ولما يرجع بيته طبعا بعد الفرجة اللي بيتفرجها على الحريم، ويتفرج على دي والحلوة والوحشة واللي عاملة واللي لابسة، أمر طبيعي هتطلع بيتك هتعمل مشاكل، لأن أكيد عينك بصت على واحدة مثلا مختلفة عن مراتك الله يكون في عونها اللي فيها، ولا بتربية العيال عينك جت على واحدة تانية معدية متزوقة عاملة مسوية، طالع هتبقى قرفان من مراتك، تلقائيا هتبقى قرفان من مراتك. ليه؟ شايف شفت اللي أحسن منها، عينك خدت اللي أحسن منها. طب ليه؟ يعني الرسول نهانا عن الجلوس في الطرقات لانه مفيش اي سبب انك تجلس في الطرقات، وربنا نهانا ان احنا نغض بصرنا، وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا صلي على فروجهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. طب انت دلوقتي انت طالق بصرك خلاص لكل اللي رايح واللي جاي، وده ما ينفعش. نشوف الفيديو. زي ما شفتم الفيديو بتالي بيتكلم عن نفسه، هو مقطع بسيط وصغير الا انه ايه لفت الانتباه شويه، ان خلوا بالكم يعني يا جماعه ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه. انت نازل تقعد على قهوه، مش نازل تقعد في سينما، ده انت حتى الشاشه مديها ظهرك، ما انت نازل ليه؟ نازل عشان تفضل قاعد وباصص في الراحه وفي اللي جايه، وهنقعد نعيد ونزيد في نفس الكلام؟ بتخلوا عندكم دم شويه. نازل يبقى نازل اقعد انا وصاحبي، ده قاعدين بناخد وندي مع بعض نتكلم، دي اسمها قلة ادب. اعذروني يا جماعه على انفعالي، بس بجد الواحد يعني متضايق جدا من اللي بيحصل. فيديو زي ده ما كانش ينفع يحصل كده، ما ينفعش ان انا اطلع اتكلم في عيوب الناس، بس هي المشكله ان الناس هي اللي بتخلي الواحد يتكلم عنها. احنا بنحاول نبص على حاجه نقدم حاجه تفيد الناس، ما ينفعش ان احنا الرجاله تبقى طالقه عنقها كده للنساء اللي رايحه واللي جايه. فين شرع ربنا في حاجه زي كده؟
وتيجي تتكلموا بعد كده على خراب البيوت والبوظان اللي بيحصل. ما هو بيحصل من كده، لما اكون مراتي مثلا الله يكون في عونها بتربي العيال وقاعده مخليه بالها من العيال، اكيد ممكن تعمل في نفسها حاجات بسيطه، فلما اطلع الاقي واحده تانية متزوقه وعامله اروح بصص لها واعمل اكيد هرجع ابقى مش طايق دي، وده ما ينفعش. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.